ما احنا ناس بنطالب بحقنا في وطننا، واحنا ناس بنعديش لا امريكا ولا اليهود ولا الغرب ولا الشرق. احنا لنا حق اغتصبه منا اليهود واقاموا عليه دولتهم. احنا بنطالب بحقنا. امريكا هي حرة ان شاءت ان تدخل الى بلدها اعضانا اهلا وسهلا، وان رفضت اهلا وسهلا هذا من هي حرة في قوانينها وما تفعل. اما نحن فلسنا معتدين. المعتدي هو الذي اخذ الارض وشرد اهلنا وشرد شعبنا وهدم بيوتنا وصادر ارضنا. نحن نطالب بحقنا وندافع عن انفسنا امام الاحتلال الاسرائيلي. I believe that Hamas did not bombed Nagasaki or Hiroshima like what America did before. And again, United States supported the terrorist attack of Israelis against Mr. Mishal. And so I believe that United States is the major terrorist state in the world, supporting the terrorist, what is called as a state, Israel, and it's a ring of many rings in which America just acting against Islam itself.